السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله هننفذ البلوزة دي النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين كده، الكم بتاعها كم ساقط واسورة عريضة، كمان فيها جيب من الجنب وعليه قلاب كده وعليه الاسترس. هتاخد قماش قد ايه؟ هتاخد مننا حوالي 1.5 متر قماش، عرض 150 للحجم الوسط، الخامة كتان. تعالوا بقى نشوف الخطوات. الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح الكم الساقط. الكم الساقط ما باخدش حردة جيرو خالص، تمام؟ فانا كده هعمل بلوزه كمها ساقط، بلوزه بسيطه جدا. خدت الطول بتاع البلوزه اهو اللي احنا عايزين نلبسه، والقماش كده هنطبق طبقتين، تمام؟ يعني على عرض القماش 150، يعني كده 75 فوق و75 تحت. هطبق القماش كده طبقتين، بقوا اربع ايه؟ طبقات. تمام. طبقنا القماش اربع طبقات. المقاسات اللي هناخدها، هناخد ايه؟ اول حاجه دوران الرقبه. انا مش يعني ممكن برضو اخد الاول عرض الاكتاف واقسمه على الاثنين كاسترشاد ليا، هنعرف فايدته دلوقتي. انا عندي الاكتاف 40، يبقى نصهم كده 20، فهحط علامه عند ال 20 وهسيبها. لكن بعد كده هاجي اخد دوران الرقبه. هاخد دوران الرقبه عندي هنا هعملها 8، تمام؟ فهاخد كده 8 اهو، عملت علامتها اهي، وهرفع المزوره نمره واحد لفوق كده، هاخد علامه عند ال 2 سنتي وعلامه عند ال 8 سنتي، تمام؟ هنوصل الحرجه الخلفيه اهي، ودي هتبقى الاماميه. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هل هنزل بقى وهعمل حرده جيرو وكلام من ده؟ لا، مش هنزل ولا هعمل حرده جيرو ولا حاجه. هاجي من طرف القماش من هنا كده، هحط علامه 6 سنتي كده اهم، وهاجي بالمسطرة وهوصل من عند الرقبة لهنا للنقطة دي. زي ما انتم شايفين كده. خلاص؟ طيب هتقولوا لي بقى، طب وسع الكم هيبقى قد ايه؟ هقول لك الوسع ده برضو بيتراوح على حسب الحجم. يعني ممكن من هنا لهنا انزل 25 سنتي، لكن في واحدة ممكن تبقى مليانة شوية، ممكن انزل لها 27 سنتي. طيب هعمل ايه؟ انا هنزل من هنا 25 سنتي، 25 سنتي اهو، تمام؟ ده اللي هركب فيه بقيه الكم. طيب انا هدخل دخله صغيره زي اللي انتم شايفينها كده، يا دوبك سنتي. ده بيريحني في تركيب الكم، تمام؟ ممكن ما اعملهاش، لكن ما بعملها بتريحني في تركيب الكم، وهاخدها كده اهو على مفيش. خلاص هنبدا نقص كده، وبعد كده نشوف الكم هنقصه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حرده الرقبه الخلفيه اهي. خلاص هقص بالجزء ده اللي انا قلت عليه. مفيش عندي دورانات، كلها واسعه. اوفر سايز، يعني مثلا لو انا عندي دوران الارداف 110 مثلا، لما انا بجيب ال 110 كده على المزوره اهم، واقسمهم كده على الاربعه، طبعا بحط لهم مقدار راحه اهو. شايفين مقاس لغايه فين؟ لا انا سايبه الدنيا واسعه، واسعه جدا جدا. دي حاجه ايه؟ بتبقى واسعه وحاجات جميله، يعني كاجوال حلوه قوي قوي في اللبس ومريح ماشي مع جو الصيف. هفتح دي بقى كده، وهنشيل الجزء بتاع البرسل ده كده بقى، ان احنا هنعمل الكم. طيب ناخد الطول المكمل للكم اهو كده، تمام؟ الوسع بتاعه كده يبقى 50 سنتي، وده بالطول اللي مكمل للكم. يعني بمعنى اصح انا طبقت دول كده اربع طبقات، لان كل كم متطبق طبقتين. لما احطهم كده كان عندي الكتف لغايه كده، تمام؟ المفروض ان انا من هنا لهنا يكملوا لي 60 سنتي، او لو هعمل اسوره هخصم الاسوره ايه منهم.
تمام كده. فانا كان الكتف لغايه كده زي ما قلت، بشوف الجزء ده قد ايه واكمل عليه ده بحيث يكملوا لي طول الكم. تمام. طبعا ده الكم فيه سايباه على وسعه، ده هيبقى فيه كشكشه كده، وهركب له اسوره طويله. الاسوره دي هتبقى حوالي طولها من 10 ل 12 سنتي. تمام. طبعا هتبقى تتقص كده يعني هتضيق كده، بس مش هفصلها دلوقتي لما اظبط الوسع ده كده. تمام. طيب الجزء ده بقى هنعمل منه جيب. الجيب هيبقى قد ايه؟ الجيب هيبقى كده 18 وكده 20، يعني طوله 20 سنتي وعرضه ايه 18 سنتي. فانا هقصه كده، يشوف اتجاه النسيج عشان يبقى ماشي مع النسيج جاي كده. يبقى انا كده هاخد 18 سنتي واعمل حساب الخياطه بتاعته. 18 سنتي اهو زائد 2 سنتي يعني هيبقى 20، وهنا هيبقى 22 بالخياطه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده احنا مقصناش الرقبة الأمامية، هنقصها دلوقتي. ده الجيب، والجزء ده هنعمل منه القلاب بتاع الجيب. بيبقى قد الجيب اللي انا قصاه بالظبط. تمام كده. ده كده الجيب بتاعنا. جيب واحد بس على الجنب الشمال. هبدأ انا افصل ده كده عشان اقص الحردة الامامية للرقبة. سمنت خالص. الرقبة عشان تنفع تتلبس يعني وتدخل من الراس، انا هعمل لها زي جزء كده سبعة صغيرة كده. تمام. يعني كده. وهنبقى نعمل لها سجاف زيها بالظبط. سجاف يعني هجيب قماشة وهقصها زيها كده بالظبط. نجيبها كده على ورقة، نوريها على ورقة ونشوف هنعملها ازاي عشان يبان شكل السجاف. السجاف كده هنجيب كده طبقة قماش وهطبقها من النص كده وهقصها زي الامامي كده بالظبط. كمان هقص السجاف للحردة الخلفية زيهم بالظبط. انا قصتها كده على طول، بروح مدورها كده. لما افرد هنشوفها بقى كده. نفرد الشميز بتاعنا او البلوزة، شوف الحردة الرقبة معمولة ازاي. الجزء ده هحط له فازلين او اخيطه وبعدين احط له فازلين دبل فيس. ده هيتخيط كده وش الوش وبعدين يتقلب كله لجوه كده. البلوزة بعد ما اتقصت طلع شكلها جميل. ان شاء الله الشرح يعجبكم وتنفذوها بكل سهولة. تعالوا نشوف هنقفل ازاي. اول حاجة هجيب السجاف بتاع الرقبة الامامية وهقفله. بعد ما هقفله هحط له فازلين دبل فيس عشان يتلزق يعني، هقلبه وبعدين هحط له الفازلين الدبل فيس. خيطت. هنبدأ نعمل تشقيقات كده. وهنا في النص لازم اعمل شق صغير خالص كده، ممكن نعمله بالمقص ده. تشقيقات كده علشان نريح الخياطة. هنقلب بعد كده. هبدأ ادي بنط خياطة. ادي بقى بنط خياطة. كده. هنخيط كده. هنفردها الاول وبعد كده ندي بنط خياطة. بعد ما خيطتها كده اجيب الدبل فيس. وهحطه وهلزق بالمكوة.
جزء جزء كده على طول. هنكمل الجزء اللي انا طبعا بحط عليه المكوى زي ما حضراتكم شايفين كده بيكون اتلزق. تمام، هكملها بقى كلها ده كده وش لوش، وبعدين هجيب السجاف ده كده وهخيط بقى الكتف كله كده كده كلها قطعة واحدة. ممكن اكتفي ان انا اعمل الرقبة الاول عادي اهي، ممكن اخيط، او انا هخيط لكم السجاف بتاع الرقبة الاول وبعد كده اقلبه، يعني اي طريقة كلها نتيجة واحدة، يا اما ان انا هعمل كده وهخيط هحط ده كده واخيطها الاول كده من عند الكتف كده كده اهو واخيط كده واخيط الكتف تمام، او ان انا اخيط السجاف الاول في الظهر وبعدين اركبهم بنفس الطريقه كده، فالاتنين واحد. انا كده عملت السجاف خلاص وقفلت الاكتاف اهي، نفرده كده نشوف الظهر نشوف الوش. الظهر اهو بيبقى نظيف تمام، والوش اهو زي ما حضراتكم شايفين طالع شكله نظيف ومتشطب وجميل تمام. اهو هبدأ بعد كده اركب الكم ده كده البلوزة بتاعتنا اهي زي ما حضراتكم شايفين تمام. هنجيب الكم وهو كم ساقط هيتركب كده، يعني هنبدأ نفتح البلوزة كده تمام ونفرد الكم زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين نبدأ نعمله كده ونقفل كده، بس احط علامة نص الكم على علامة الخياطة بتاعت الكتف تمام. وهنبدأ نخيط كده، خيطت الاكمام اهي كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين اهو تمام، وتنيت الديل وتنيت الكم وباقي هنا الجيب بس اللي تنيت اطرافه هيتحط كده هيبقى على بعد قد ايه، على بعد بعد خط الوسط بحوالي من 5 ل 6 سنتي تمام كده. كمان عملت القلاب بتاعه اللي هو هيتركب كده هيتخيط كده من فوق الوش كده بس، يعني اجيبها اقفله كده وده احطه من فوق من فوق كده تمام. من هنا هتبعدي عن الجنب حوالي 4 سنتي 3 4 سنتي من عند خياطة الجنب كده هتبعدي، فنثبت الجيب دبابيس وبعدين نخيطه بقى زي ما قلت لحضرتك. ركبت الاسورة وحطيت لها الزراير وحطيت الاستراس والقلاب بتاع الجيب، وتعالوا كده نشوفها على المانيكين. دي كده البلوزة بعد ما خلصت، يا رب تعجبكم ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة. ان شاء الله هنتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.